والبعض من الناس يسألون عن هذه الفئة من الناس فيقولون إنهم أحيانا يدركون وأحيانا لا يدركون، فماذا نصنع؟ ولا ندري أهم في مثل هذه الحال قد رجعت إليهم عقولهم أم لم ترجع إليهم. فيقال فيما يتعلق بالصوم وفيما يتعلق بالصلاة، إذا كانت حالة هذا الرجل هذه الحالة فإنه يؤمر بالصوم، يقال يا فلان يا أبتي يا أمي يا أخي يا فلان صم فإن اليوم من رمضان، فيؤمر فإن صام وأكمل الصوم فبها ونعمت، وإن أفطر وأكل دل على أن عقله قد غاب عنه. وكذلك في وقت الصلاة، إذا جاء وقت الصلاة بمعنى أتت صلاة الظهر يقال يا فلان صل، فإن قام فصلى فالحمد لله، وإن لم يصلي فإن القلم قد رفع عنه، وإذا جاء وقت صلاة العصر يؤمر أيضا، وهكذا. هذا إذا لم يتيقن تيقنا كاملا بأنه قد غاب عقله، لأن البعض قد يغيب عقله البتة، هذا كما قلنا في حكم المجنون الذي رفع عنه القلم.